بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات وقفات مع كتاب الأصول الثلاثة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه بعد. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، وقد توفي رحمه الله سنة 620 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك يعني أيها الطالب سألك سائل بما عرفت ربك، إذا سألك إنسان بما عرفت ربك تقول عرفته بآياته ومخلوقاته، عرفت ربي بآياته التي تشاهدها ومخلوقاته التي نشاهدها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومخلوقاته السماء السبع والأرض السبع وما بينهما، كل هذه دلائل على أنه الخلاق العليم وأنه رب العالمين الذي قال فيه جل الذي قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهو تعرف إلى عباده بآياته المشاهدة وبآياته المكتوبة من القرآن العظيم، إن حجة على العباد كتاب عظيم منزل محكم فيه الهدى والنور، وهو أيضا من الآيات القرآنية القائمة حجة، ومن آيات المشاهدة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء والمخلوقات الأخرى من إبل وبقر وغنم، وأنت من الآيات يا ابن آدم، وفي أنفسكم فلا تبصرون، وهكذا بقية المخلوقات كلها من الدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين، هو الخلاق العليم لا خالق غيره سبحانه وتعالى، إن ربك هو الخلاق العليم. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الشمس بضيائها والقمر بضيائها، هذا السماء في ارتفاعها والأرض في انخفاضها، وما فيها من العجائب من الجبال والأنهار والأشجار والحيوانات والمعادن والزروع إلى غير هذا مما فيها من العبر، كلها دلائل على قدرة الخالق وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلقها. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعني ثم على العرش وارتفع فوق العرش، والعرش شق المخلوقات وأعلاها، يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل من النهار والنهار من الليل، يغشي هذا هذا وهذا هذا، يطلبه حديثا سريعا كل واحد يطلب الآخر، والشمس والقمر وخلق الشمس والقمر والنجوم وخلق النجوم مسخرات مذللات بأمره الكوني، ألا له الخلق والأمر، هو الخلاق سبحانه، له الخلق وله الأمر في عباده، هو الخلاق وهو العامل بما شرع لعباده على يد الرسل، تبارك الله رب العالمين، هو رب المخلوقات، هو ربهم وخالقهم وموجدهم، والرب هو المستحق لا يعبد، ربنا الذي خلقنا هو المستحق لا يعبد، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونصر له الدين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلهم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء سقفا مرفوعا وأنزل من السماء ماء يعني المطر فأخرج منها الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أشباه ونظراء تعبدونهم معه تستغيثون بهم تنذرون لهم تذبحون لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأن تعلمون، يعني أن تعلمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كيف تجعل له أندادا وأن تعلمون أنه الخلاق الرزاق العليم، إن هذا هو الضلال البعيد والظلم الشنيع. ولهذا قال الحافظ الكريم رحمه الله في التفسير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد، لا شك الذي خلق هذه النعم هذه الأشياء ويسلك الرزق والثمرات وخرج اللبن من بطن أمك لبنا سائغا وخرج اللبن من الحيوانات من الإبل والبقر والغنم إلى غير هذا من النعم هو المستحق لا يعبد، خلقها ضعيفا من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا ثم سواك وقواك حتى وصلت رجلا سويا قويا تأخذ وتعطي وتأمر وتنهى، هذا المخلوق الذي خلقك ومن عليك بهذه النعم هو المستحق لأن تعبده وحده، تخصه بالعبادة وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدوده، ترجو وحده وتخاف وحده وتنقاد لشرعه وتحذر خلافه، هذا هو الواجب عليه، ولك الجنة والسعادة في الآخرة بعد الحياة الطيبة في الدنيا. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقفات مع كتاب الأصول الثلاثة بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله.